الحلقة الجديدة من شرح الشاطبية. رحبوا معي في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله يا ومرحبا، مرحبا، أهلا بكم يا أخي. الله يبارك الله الله فيكم يبارك فيكم، ويكرمكم الله. الله يبارك. قبل أن نبدأ أيها الأحبة بشرح البيت 25، نحب أن نذكر بمعلومة اختتم بها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام في الحلقة الماضية، اختتم بها الحلقة، وهي أن القراء كما ترون أمامكم على الشاشة، القراء على ثلاثة أقسام، أو الرواة على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول من أخذ منهم عن الإمام مباشرة، وهم قالون وورش عن الإمام نافع، وشعبة وحفص أخذا عن الإمام عاصم مباشرة، وكذلك أبو الحارث والدوري أخذا عن الإمام الكسائي مباشرة. والقسم الثاني من بينه وبين الإمام راو واحد فقط، وهم الدوري والسوسي قرأا على يحيى اليزيدي عن أبي عمرو البصري، وخلف وخلاد أخذا قراءة حمزة عن سليم، وهو أخذها عن حمزة الزيات رحمه الله. والقسم الثالث من الرواة من كان بينه وبين الإمام أكثر من راو، وهم البزي وقنبل، بينهما وبين ابن كثير أكثر من راو، وهشام وابن ذكوان بينهما وبين ابن عامر أكثر من راو. ونقرأ كما هي عادتنا الأبيات سوية. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. أعيد القراءة: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. تفضل يا شيخ. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان البيتان من أبيات الشاطبية بدأ بهما بذكر القراء السبعة ورواتهم. وطبعا معروف أن هذا المنهج عند علماء القراءات، أنهم أخذوا القراء وأخذوا عن كل قارئ راويين، وإن كانت الرواة كثيرة والرواة كثير عن القارئ، إلا أنهم الحقيقة لحصر الوجوه التي وردت عن الإمام، لأن الإمام كان في أغلب إقرائه للرواة الذين أخذوا عنه كان يقرأ بوجه في أغلبه، فلكن طبعا هناك تنوع في القراءة بحسب ما أخذ عن شيخه. فلذلك رأى العلماء وأصحاب الصنعة في هذا المجال أنهم لو أخذوا عن كل قارئ راويين سيستوعبون من خلال هذين الراويين ما ورد عن الإمام من وجوه الخلاف. ولذلك لابد أن يرى الإخوة المتابعون لنا والأخوات الكريمات أن هذا المنهج لا يعني أن هذا القارئ ليس له إلا هذين الراويين، وإنما هما كما قال تخيرهم نقادهم، فالنقاد لما اختاروا القارئ اختاروا معه أيضا الرواة، فالراويان اللذان اختارهما العلماء هما أضبط الرواة الذين نقلوا عن قراءة الإمام. فأول هؤلاء القراء، وطبعا الأولية هنا ليست زمانية، غيره أسبق منه يعني، لكن درج العلماء على أن يرتبوا القراء السبعة: الإمام نافع، الإمام ابن كثير، الإمام أبو عمرو البصري، الإمام ابن عامر الشامي، الإمام عاصم، الإمام حمزة، الإمام الكسائي، سبعة بهذا الترتيب. وهذا الترتيب الذي جاء في كتاب التيسير، وجاء في كتاب السبعة أيضا لابن مجاهد، وأيضا درج عليه من جاء بعده حتى ابن الجزري، مع أنه أتى بالعشرة،
والثلاثة الذين هم متممون للعشرة بعضهم شيوخ لهؤلاء، يعني أبو جعفر شيخ نافع، ومع ذلك التزم أخرهم أخرهم التزم بعد السبعة كما وردوا في الشاطبية، ثم ذكر الثلاثة الذين بعدهم. فأما الكريم السر في الطيب نافع، شوف هذا الثناء العظيم، كريم الكريم السر يعني سره عظيم كريم، وكيف لا يكون كريما وقد حوى القرآن الكريم. أما الكريم السر في الطيب، وهنا الحقيقة هذه الكلمة إشارة من إشارات الإمام الشاطبي رحمه الله، أنه كان كأنما يمس من طيب. قال العلماء أنه لما كان يقرأ الإمام نافع كان يشم من فمه رائحة الطيب، فلما سألوه أنت عندما تأتي إلى مجلس القرآن تتطيب؟ قال ما أمس من طيب، ولكني رأيت في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن، فمنذ ذلك الحين أشم هذه الرائحة. وهذا لا شك أنه يعني الخبر كما يقولون على عهدة الناقل، لكن يعني هذا ليس غريبا على صاحب القرآن أن يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا منه. فرواية تروى عنه، ولا شك أن حامل القرآن أعظم من جمع فيه وفي جوفه ما هو أعظم من المسك، وما هو أعظم من كل شيء في هذه الدنيا، كيف لا يكون ذلك كذلك وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. نافع، طبعا نافع القارئ الأول، واسمه نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، ويكنى بأبي رويم، كنيته أبو رويم. كان هذا الإمام كما يقول العلماء من أهل أصفهان، أصله أصفهاني، ولذلك كان أسود اللون، أسود اللون لكنه أبيض الأبيض السريرة، أبيض القلب، حتى سواد وجهه قالوا كان فيه بريق، كان يشع نورا. لا شك أن هذا الإمام كان من أكثر علماء عصره علما بالقراءات واللغة، واللغة العربية. وعنه طبعا قال فذاك الذي اختار المدينة منزلة، كانت منزله المدينة المنورة على ساكن أزكى صلاة وسلام، واختياره للمدينة بلا شك أن علماءنا وأن سلفنا كانوا يحرصون على الإقامة في المدينة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وإن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما يأتأرز الحية إلى جحرها. في آثار يعني تحبب وتشجع عليها. الرواة الذين نقلوا عن نافع هم قالون، واسمه عيسى بن مينا، وقالوا هو قالون لقب له، كان لقبه به شيخه نافع لجودة صوته، كما يقولون قالون، قالوا في لغة الروم معناها الجيد، معناها الجيد، لا أدري في أي لغة الآن هذه هي في القالون، كأنه يعني ذكر في الرومية يعني قد في الرومية، لكن ما أدري يعني هل يوافقها، يعني تحتاج إلى تحقيق فعلا أنه أصلها تكون من هذا القبيل. فهو عيسى بن مينا. والراوي الثاني عثمان الذي هو ورش هو عثمان، والترتيب كما رتبهم الإمام، يبدأ بقالون ثم يبدأ بورش، حتى في القراءة في الجمع، جمع القراءات يقرأ برواية قالون ثم يعطف عليها القارئ رواية ورش اللي هو عثمان الراوي الثاني، اللي هو عثمان بن سعيد رحمهم الله جميعا، أبو سعيد عثمان بن سعيد، وكان مصريا، مصري الأصل هو عثمان بن سعيد، ولقبه أيضا شيخه ورش، كأنه كان يعني يلقبهم بما يجد عند كل واحد منهم من صفة تميزه. فلقب قالون عيسى بن مينا، لقبه قالون لجودة صوته، ولقب ورش بعثمان بن سعيد، لقبه ورش لشدة بياضه، وقالوا يعني كان لأنه يشبه طائر الورشان، في طائر الورشان كان نحيفا دقيق الساقين يشبه هذا الطائر، الروايتان. على كل حال هو لقب قبله وكان سعيدا به لأن شيخه هو الذي خلعه عليه. هذا الراوي الأول والقارئ الأول والراويان اللذان روي عنه. طبعا بالمناسبة لما نقول قارئ فنحن نعني بذلك الإمام، أحد الأئمة السبعة الذين عددتهم، وإذا قلنا راوي فهو الراوي الذي أخذ عن هؤلاء. وأرجو أن يميز إخواني وأخواتي هذه الاصطلاحات، عندنا قراءة وهي المنسوبة إلى الإمام، رواية هي المنسوبة إلى من أخذ عن الإمام، ثم هناك الطريق
لأن هذه لها طرق يهدى بها كل سنمر على هذا البيت. نعم سنمر نعم عليها نعم. فالطريق هو ما كان منسوبا إلى من أخذ عن الراوي، هذه يعني لابد أن يعرفها إخوان يتابعوا معنا. الراوي القارئ الثاني هو الإمام أبو الإمام ابن كثير نعم. عبد الله ابن كثير، وهو إمام أهل مكة شرفها الله، ولعلنا نستمع للبيتين من كشف. طيب الشريحة أمامكم تبين القارئ الأول وراوييه، هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، وراوياه هما قالون عيسى بن مينا بن وردان، وورش هو عثمان ابن سعيد ابن عبد الله. يقول الناظم: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلا. ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلا. تفضل الشيخ. جزاك الله خيرا أخي أحمد، هذان البيتان يبينان لنا القارئ الثاني وراويه. مكة عبد الله فيها مقامه، بدأ بالمدينة، قارئ المدينة نافع، ثم عطف عليه قارئ مكة هو ابن كثير عبد الله، واسمه عبد الله ابن كثير ابن المطلب القرشي، وطبعا كنيته أبو معبد، عبد الله ابن كثير كنيته أبو معبد، إمام أهل مكة في القراءة. وهذا الإمام طبعا كما يذكر العلماء أنه ولد سنة 45، ولذلك يبدو أنه من أقدم أقدم القراء ولادة، إذا أخذنا بالرأي الأول الثاني لابن عامر، لأن في قولين في ولادة ابن عامر، أحدها أنه بعد هذا التاريخ، وفي القول الثاني أنه سبق كما سنرى بعد ذلك. فهو من مواليد السنة 45 للهجرة، من التابعين من التابعين يقينا جزما، ولقي من الصحابة كما يقول علماء أبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك، وهما من آخر من توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوية طبعا قال هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، وهذا ثناء أيضا من الشاطبي عليه، كاثر القوم كأنه يقول أكثر القوم اعتلاء ورفعة ومنزلة، كاثر القوم، والقوم هنا طبعا أكثر جماعته، وكأنه يريد أن يعطيه صفة من اسمه. بالمناسبة ابن كثير كاثر القوم كما نقول مثلا له من اسمه، له من اسمه نصيب. روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلة. الراويان اللذان له أحمد البزي الإمام البزي، ومحمد اللي هو قنبل، البزي وقنبل على سند. طبعا البزي أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، والبزة قال كما يقول العلماء هي القوة، بزة أقرانه إذا غلبهم وسبقهم. كان ضابطا محققا مقرئا، وكان من أذن في الحرم المكي فترة من الزمن، ثم انتهت إليه مشيخة الإقراء في مكة المكرمة شرفها الله. الإمام قنبل محمد بن عبد الرحمن بن خالد المكي الملقب بقنبل، وكما قلت البزي وقنبل كلاهما أيضا لقبان لهذين العالمين، أحمد البزي ومحمد قنبل. ثم أشار إلى المسألة التي تفضلت بها في بداية الحلقة، وهو مسألة القراءة بالرواية عن الشيخ بالسند، ولذلك قال على سند وهو الملقب قنبلة، على سند كلاهما على سند، البزي لم يقرأ عليه وقنبل لم يلقيا ابن كثير، وإنما قرأ على من قرأ عليه، لكن اختيار العلماء لهم بلا شك أن لهم منزلة على غيرهم من خلال ضبط الرواية، إتقان القراءة، حذق القراءة التي أخذها عن الإمام عبد الله، فكانوا أشبه الناس بقراءة عبد الله بن كثير.
يعني هذه النقطة الحقيقة مهمة جدا في مسألة أنه لماذا ترك العلماء تلاميذهم الذين أخذوا عنهم مباشرة وانتقلوا إلى غير المباشر. الجواب على ذلك، هذا الحقيقة يرفع من قيمة هذين العالمين وهذين الراويين، وأنهما كانا أشبه الناس بقراءة ابن كثير، علوا بهذه القراءة ولذلك اعتنوا بها وأخذوها، فاستحقوا أن ينسبوا مباشرة. وكثير من إخواني طلبة العلم يظنون أن هذين الراويين من تلاميذ ابن كثير مباشرة، ولذلك لما نرى أنه مثلا البزي توفي سنة 50 و200، وقنبل توفي سنة 91 و200، بينما نجد ابن كثير رحمه الله توفي سنة 120، ففي فرق واضح في هذا. ويعني ولذلك أشار إلى هذه المسألة بقوله على سند، وهو الملقب قنبلة، أي بينهم وبين ابن كثير سند مكون من أكثر من راوي واحد بينهم وبين هذا الإمام. طيب نتابع قراءة أبيات الآن. قراءة الإمام الثالث، تفضل. يقول الناظم: وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. عيد القراءة: وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. نعم، جزاك الله خيرا. هذا هذه الأبيات الحقيقة تتحدث عن الإمام الثالث من الأئمة السبعة، وهو الإمام أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري الحقيقة المولود سنة 68 بالبصرة، اختلف العلماء في اسمه، فمنهم من يقول وهو الأرجح أن كنيته هي اسمه، فكنيته أبو عمرو واسمه أبو عمرو، ومنهم من يقول إن اسمه زبان بتشديد الباء ونون في آخره زبان. أما يعني سواء كان هذا أو ذاك، فالمشهور به أبو عمرو البصري رحمه الله. ويقول له ميزة الحقيقة، كان أكثر القراء السبع شيوخا، أكثر هؤلاء القراء شيوخا، كان يأخذ على كثير من القراء. وعبد الله بن كثير الذي سبق الحديث عنه، شيخ مكة، إمام مكة، كان من شيوخ أبي عمرو. ولرب سائل ما دام أنه من شيوخه لماذا خالفه. هذه قضية الحقيقة واسعة، ولا أردنا نتحدث عنها سيطول بنا الأمر، لكن أنا أختصر أنه أخذ عنه وعن غيره طبعا. ولذلك ولما ألف قراءته، إن صح التعبير تأليف القراءة بمعنى جمع الوجوه، جمع الوجوه نعم، ما قرأه على المشايخ، خالف القارئ من هذا القبيل، وانفرد بطريقة معينة له يقرأ بها، خالف بها ابن كثير كونه أخذ من عدة طرق من عدة مشايخ كما عرفنا. طبعا توفي سنة 54 و100 رحمه الله تعالى، وكانت وفاته في بالكوفة. الراويان اللذان أخذ عن أبي عمرو هم الدوري اللي هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري، والسوسي وهو صالح بن زياد السوسي رحمه الله جميعا. لكن هنا الحقيقة قال في البيت الأول الذي عرض أنه أبو عمرو البصري قال عنه: أما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. صريحهم هنا المقصود به أنه كان عربيا أصيلا، يعني أشار بهذه الكلمة إلى أنه عربي، وهذا سيذكره في بيت قادم. أبو عمرو واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. هنا أيضا الدوري والسوسي أخذا عن أبي عمرو لكن بالرواية،
بالواسط. طريق راوي. قال: أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. يحيى اليزيدي هو تلميذ من تلاميذ أبي عمرو، أقرأه قراءته فكان كأنما يقرأ أبو عمرو البصري، فتتلمذ له الدوري والسوسي، فالدوري والسوسي أخذا على يحيى اليزيدي قراءة أبي عمرو، فكانا راويان كانا راويين لقراءة أبي عمرو بالواسطة كما أشرت إلى ذلك في بدايته. ولذلك امتدح هذا يحيى اليزيدي، قال: أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، سيبه يعني عطاءه المتدفق من القراءات ووجوه القراءات، فأصبح هو يحيى اليزيدي فأصبح بالعذب الفرات معللا ريان المعلل. قال: شرب حتى روي، شرب عللا أي يشرب مرة بعد مرة حتى يرتوي فلا يبقى له مسلكا، كما قال سيدنا أبو هريرة: لا أجد له مسلكا. هذا العلل، فأصبح بالعذب الفرات. وهذه كنايات عن صفاء الرواية وعن دقة الأداء، بالعذب الفرات معللا، أن هذا الذي أعطاه إياه أبو عمرو البصري هو الحقيقة كله مروي بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إلا رواية خالصة صحيحة لا إشكال فيها ولا شذوذ ولا علة. هذا بالنسبة طبعا للإمام المازني، وطبعا لما قال المازني نسبة إلى قبيلة، قبيلة طيب هو مازني. عندما يريد أن يشير إلى أبي عمرو خلال المنظومة الشاطبية، يعني يعبر عنه بالمازني ويعبر عنه بأبي عمرو، هذه كلها تعبيرات بالبصري سترد. لو قال البصري سوف تنصرف يقينا لأبي عمرو، لو قال المازني ستنصرف إلى أبي عمرو، لو قال مثلا أيضا ممكن أنه يعبر عنه باسمه صريحا، يقول أبو عمرو، روى أبو عمرو، وقد يعبر عنه بالرمز الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لاحقا، رموز القراء، لأن كل قارئ له جعلت أبا جادل على كل قارئ دليلا على المنظومة أولا. نعم طيب شيخ، نشكركم على هذا الشرح الطيب، ونتابع مع عبد الله بن عامر في الحلقة القادمة بإذن الله. نشكر لكم أيها الأحبة الكرام حسن متابعتكم، ونلتقي في الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم وتفضل، أطل عثرتي وانفع بها.